البيتون تاعهم برك ما عندنا وقتها مش عارف تو عندنا شيء لا الاسلوب هذا عند هذا تفكير بسيط زياده عن بسيط ما نحكيش عن ماذا ماذا جاي 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 لا من قلت رامي من السالس زيد الوظيفه حتى الرصيد الرصيد على كنت تتصور وكيفاه بالواحد بصفه ما في تعدل وين انا نقطة ثالثة عندي العلامات العمودية غايبة في نصف جملة مرحبا بكم في مقر معناتها المعتمدية اللي تو كنا معناتها مشرفين على جلسة للجنة الفرعية للسلام المرورية هي اللجنة المحلية تنبثق على اللجان الجهوية للسلام المرورية. اللجنة هذه حضروا فيها بعض الإدارات الفنية على غرار اللي موجودين عن الأخيان معناتها ممثل على الإدارة الجهوية للتجهيز، ممثل على الإدارة الجهوية للصحة العمومية، ممثل عن شرطة المرور، ممثل عن بلدية المكان، وممثل عن شركة الإدارة الجهوية للنقل، وبطبيعة الحال ثم ممثل آخر اللي هو غاب هو ونعتبروه معناتها مهم جدا وزاد كيف كيف الممثل المندوبيه الجهويه للتربيه غاب معناتها على الجلسه ونحن ان شاء الله الغايب حجته معاه. تطرقنا في الجلسه هذه الى اهميه معناتها نقول انا موضوع بتاع السلام المروريه واهميه ترسيخ معناتها عقليه جديده حول الثقافه المروريه. بطبيعه الحال هنا اللجنه هذه من دورها شنو هو دورها اعطاء معناتها مقترحات حول نقاط اللي تراها معناتها صالحة في المجال هذا. طرقنا في مجال مخفضات السرعة إلى النقاط اللي شفناها نقاط سوداء تعتبر نقاط سوداء اللي حدثت فيها حوادث مرور ذكرنا بعض النقاط ثم طرقنا إلى أهمية تقليم الأشجار اللي موجودة على مستوى طرقات خاصة ذهابا وإيابا اللي في البوردير معناتها اللي يتفرق بين الذهاب والإياب واللي تحد هي في حد ذاتها من الرؤية وتشكوا منها معناتها برشا سواق معناتها السيارات. تطرقنا أيضا إلى أهمية تركيز العلامات المرورية وخاصة معناتها العلامات اللي ألغيت أو غابت تنجم تكون بفعل فاعل على غرار وأن يهزها معناتها مواطن وهذه موجودة مع الأسف نذكروها لكن موجودة ثم المواطنين يهزوا بلايك. ثم الإشارات زاد اللي تضرت عن طريق معناتها الحوادث المرور هذه وتم معناتها اقتلاعها. عندنا حاجة أخرى هو موضوع الإنارة العمومية وأهميته في كمجال وقائي خاصة في خلال الليل بالطرقات الرئيسية خاصة طريق ميدون حومة السوق ذول يشتكوا منه العديد من المواطنين وبرشا حوادث صاروا فيه. هذا كلامك صحيح. احنا الطريق اللي يربط ما بين معتمدية ميدون ومعتمدية حومة السوق هي تسمى الطريق المحلي 1031. الطريق هذه تشكو من الإنارة العمومي. احنا ما نتمنى وأن يكون تعاون بين البلديتين يعني بين بلدية ميدون وبلدية حومة السوق حول الموضوع هذا وخيار زاد كيف على مستوى معناتها الإدارة الجهوية للتجهيز زاد كيف هذا بين الناس اللي يعاونونا معناتها في المجال هذا. ثم هات نعملوا نقول احنا كحاجة وقائية من الأول هو عملية التبييض بتاع لي بوردير معناتها هذونا سواء كان بالألوان معناتها المشعة اللي هي تبين معناتها ثم نقول أنا عملية حاجز بين الذهاب والإياب وإن شاء الله إن شاء الله يتم معناتها العناية بهالموضوع هذا بالكيفية معناتها المطلوبة. كيفاش باش تواصل بعد بعض نذكر لك عندنا بعض النقاط معناتها اللي كانت تشكو معناتها من نقص في الإنارة العمومية خاصة على مستوى موجود الطريق السياحية كان عندنا بارتي مضروبة ضربة معناتها مقاومة معناتها خاص بين كلينيك لادوس
ومفترق معناتها نزل دومان هذا معناتها تم الاصلاح وغطي بالبلدية المكان دخلوا في الموضوع هذا. فما عندنا على مستوى طريق معناتها المعموره اللي يربط ما بين طريق المعموره ورمبوة غير مفترق غير تو حاليا ان شاء الله جاري انه يصلح في بعض الاعمده الاخرى تاع البلديه معناتها يدخلوا فيه المجال هذا. هذا بالاضافه الى العنايه معناتها المتواصله وعمليه الصيانه للاناره اللي موجوده هنا على مستوى المنطقه معالجه الموضوع هذا والى معناتها الامين مطلوبه. احنا نعملوا زاد على دور معناتها قلنا الجمعيات الناشطه في المجال خاصه كما معناتها السير للمنصب كرئيس معناتها لفرع ميدون لجمعيه الوقايه من حوادث الطرقات يعمل معناتها في برشا ولنا برامج تحسيسيه في الموضوع هذا ان شاء الله يلقى يد المساعده زاد من المؤسسات التربويه وهذا زاد دورنا في حد ذاتنا باش نحسن الخيام في المؤسسات التربويه وانه عمليه بعث نوادي مختصه لهنا للسلامه المروريه. علاش؟ لانه لمزيد تثقيف معناته تربيه الناشئ على الموضوع هذا اللي راهو السلامه المروريه ما تقتصرش على سائق السياره فقط، تقتصر ايضا على مستعمل الطريق كما المرء اللي والتلميذ يعرف انه وقتاش ينجم معناتها يتعدى من الطريق وقتاش ينجم يحبس. هذا هو عمليه معناتها ثقافه جديده. المقترحات هذه بعد الجلسه هذه سي سامي جدا هي المقترحات هذه تكون قلت لك معناتها انبثقت على لجنه محليه ترسل بطبيعه الحال للجنه جهويه يقوم معناتها بالاشراف عليها السيد والي الجهه بطبيعه الحال تكون فيها مختلف الادارات المعنيه والادارات معناتها خاصه الادارات الفنيه قصد النظر معناتها في نقول انا يعرفوا معناتها النقاط ذات الاولويه لرصد اعتمادات معناتها ماليه في الموضوع وتكليف بعدين بطبيعه الحال تكليف لدرجه ولتجهيز الموضوع هذا من حيث التركيز معناتها المخططات التركيز على علامات الطرقات الجهويه وطرقات الوطنيه بطبيعه الحال وهذا بطبيعه الحال بعدين يصير ما يعبر عنه بالصفقه معناتها لابيل دوفر باش يعطوه معناتها المقاولات لانجاز معناتها ما يتعين وما تم الاتفاق عليه. شكرا.